صباح الخير سويت معي ما السلام عليكم وخذ جيم صحة مليح خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس صحيح انتم هانيين انا وبوش خرجنا باش نديرو الدورة في الحسيمة انتم كتشوفوا دوزنا على واحد البولونجي صغير ماشي بولونجي غير هكا كتبيع لي بيمغازي يعني البريوش هذاك الشيء اللي كاين انتم كتشوفوا شوفوا الحسيمة النوارة راه كتبان زوينة ما شاء الله. حنا خرجنا فات المغرب كانت شي 8:30 هكاك ولا سدينا المجازة قلنا عليه اليوم غنمشيو ندورو انتما تشوفوه ودنا على جهتنا هنايا وغادي نلحق فين كاينه المدرسه عبد العزيز الورياغلي فين قريت انا ما شاء الله. قلت ها هي المدرسه عبد العزيز الورياغلي ما تبدل فيه والو غير لا بانتوغ كانت واقيله زرقاء وبدلوها على بانتوغ بالابيض. انتما تشوفوه دابا هاد الهوده هادي راه ودنا في الجهه ديال المهم ودنا على الشارع مبارك البكاين هذا هو الشارع اللي هودنا عليه. انتم تشوفوا شارع قديم فين كانت السكنه ديال الوالدين بكري. انتم تشوفوا الحسيمة راه غزاله ما شاء الله بحال اوروبا ظريفه زوينه صغيره وكلشي فيها كلشي فيها زوين. انتم تشوفوا اللي بغى يجي يدوز باكونس هنايا عامره ولات كتعمارها هي المدرسه اللي قربناها اللي قريت فيها عبد العزيز الورياغلي كانت المدرسه نتاع البنات الي بوك شحال هادي كانوا المدرسه ديال البنات بوحدها وكانت علي بن حسون تاع علي بن حسون كانت نتاع الاولاد وعبد العزيز الورياغلي كانت المدرسه البنات ملي كنت كنقرا انا. هانتوما تشوفوا راه الدنيا زوينه وراه الدنيا كتخرج باش تمشي تهود سارة كاين واحد المعرض مهرجان وغادي يدير واحد المهرجان يعني اسبوع حسيمه بداو كيصوبوه دابا راه نيت حنايا الله ودنا من الفوق مازال ما لحقنا لفين غادي يحطوا المهرجان ان شاء الله. ودرنا الدوره زوينه دوزنا كلينا لاكلاص درحنا دورنا وضحكنا فرحنا ودخلنا انتم تشوفوا كل شيء زوين لي بوتيك اللي فيهم الحويجات مكتبات بوتيك تاع لي بارفان كل شيء زوين انتوما وانا الديور كلهم ما شاء الله الديور كلهم الفيلات كي دايرين الديور كلهم واللي عنده زعما شي فليسات راه خص لهم على دارو الديور الزوينين في الحسيمه لا على براد الحسيمه لا في المدينه كلشي زوين. ايوي انتما كتشوفوا وحنا غاديين مع راسنا هوادين انا كنصور التصوير ديالي على قد الحال انتما كتعرفوا حنا ماشي مصورين غير كنصورو هكا وصافي. وكاين ما شاء الله الشجور كاين لي بارك هذا البارك حنا هاد الباركي هاد البارك ماشي بارك يعني جاردا جاردا هي الحديقه اللي كانت مسميه بسميه باركي تشيتا اليبو كانت ما واحد القرد مسمي تشيتا واقدين سويت ماغي يفما قدين وضغ ما ما يخنفن ايزومبيين انتما كيشويو الدرا هنايا وعندو واحد المرميطه كبيره كيطيب فيها درانت ما غادي يوريها لي دابا فوالا كيطيب فيها هادوك في الماء والملحه وعندهم داك كيشوي الدرا ما شاء الله 4 دراهم الواحد زوينين انا. وحنا هودنا على هاد البارك على هاد الجرده عامره بالناس ما قدرناش نصوروا لان كاين بزاف الناس قاربين عندنا وكنخافوا ناخذوا شي حد قرب لينا فوالا. هانتوما كاين فيه لي بواتو كاين فيه المهم كاين فيه كلشي العاب ديال الدراري كلشي كاين ما يعني حاموشان ما نلقاش حيزوز تم خاصك انا حيزوز تعرف خاصي يجي يسم فوالا يا حاموش الميترين تاع يانا الوالدين سنت امي ضحكان فرح انا كيتسنت التنبيه با فاروج نداد نتنين قيم نقير عوين عقدينا سويت ما غيف ما هنا هو كي باركي كير وسط نحن كنحيت الساحة محمد الخامس الساحة ذا مقران تمني غاقلنا المهرجان المناين يا سويت ما غيف ما حوسي ما تابح فخص بيستا تاكوك واحدة سبحانت المنطا ذا كل رجي عدر ذا الدافين سيدرين تباحين مغانت كل شي ذا سبحان فوالا قدينا نخاقنا عادة كي نحيت نباركي نتشيتا قدينا هاد سيل كازو
سيني هاد الكازونيون دو موا اي فوالا قنغطا في نجن قهوة كنت كي باركي ما نايمني وخا نهوا غنح الساحة محمد الخامس قنكا كيواني تزمان للشين هداك هادو كاين في الزب يوم اللي كيعصرو البرتقال ولا الأورانج ولا التين ودابا راني في واحد المكازا ديال الحويجات ها هو راه الانسان مزيان كيبيع وقال لي صوري مع راسك وديري بوبليسيتي انتما تشوفوا لا هذه وحده اخرى غادي نلحق لهذيك الاخرى هذا كيبيع داك الشيء ديال ازياتيك بحال اناناس بحال لامونغ بحال واحد اخرى نسيت كي سميتو بحال ولا كيبيع كل شيء كيبيع داك الشيء دي مورسو اللي بغا يدوق اللي بغا يدوق اللي بغا ياكل فوالا تيبيع داك الشيء لي مورسو راه مزيان اي فوالا انتما تشوفو ان شاء الله واجد الدراري دير لك تسجع حيت انا عندي القناة تسجعك شحال هادو؟ شمن قناة بعدا؟ اسمي لو موند دو فريدة ثلاثة فرنسا لو موند دو فريدة ثلاثة هادو شحال ديال البنات؟ هادو كبارين يعني كيديرو 100 درهم اه ديال النساء؟ ما عندكش ديال البنات اللي عندهم 10 سنين؟ الصغار موجودة من برا وشحال كيديرو؟ صوري كل شيء صوري الفقية الرجال صوري كل شيء فالبنات ما شاء الله عندها حويجات زوينين لهاد السيد هو تحت بارك تاع تشيتا قدام بارك الكبير زوينه اه لكن هضر بتاليفيت عندك باج في فيسبوك فيسبوك كان راني في عندي تما شي حاجه فيسبوك وعندي حتى الاخر انستغرام ولكن ما كنخدمش فيه بزاف شحال كديري هادو 120 درهم وهادو 130 درهم زوينه هذا زوين هذا عندك حويجات زوينه السيد هذا وهذا ديال البنات ولا ديال النساء؟ هذا ديال البنات 14 شحال هذا؟ نمره 10 12 14 ما شاء الله كاين ديال البنيوشات صغيورين نمره 2 4 6 8 راه مشكل تصور لك الحامل ديالك واحد المنصه باش يغنيو فيها وقت اللي دوا من غنشتا لا كلاص دوا ها قداقا تريد بجنة يا خم من غص اه دوا قد فغاز دي سابو الشرا هذا والدي اللي جندي ها الشريع ني نغلال بسم ماري دا حتي بلدي ميت جا اه وي كيش اشتا خايت انت ناكا نبوكي كورنيش شنو ماري خايت كورنيش شمو تو ما شاء الله البنات صوتي ما شاء الله شفتوا شحال زوينين هاد الماء بالالوان ولكن ما تلقوش الالوان بزاف ما حطوش الالوان بزاف ولا خسروا الماء شوفوا اللي هي البنات غادي يحطوا غادي تكون السهره واقيلا غتبدا اليوم هاد السهره غتبدا اليوم قالوا لي كاين بازيليك ان باس ما بقيتش نسولو على بازيليك كاين بازيليك ايوا الحباب شتو الساحة محمد الخامس زوينة عامرة بداك الشي ديال الما ديال الألوان هانتوما تشوفو لي فونتين زعما راه داك الشي هانتوما تشوفو راه وسط المدينة راه نيت ماشي كاع وسط المدينة في الجهة هكا فين كاين بازيليك فين كاين ديور صورنا شوية المنظر الضواوات في الليل كيبان داك الشي زوين كنا غنهودو لواحد المعرض بعيد وقلت خليها هنا يومين عاد نمشي نصور من المعرض لان غيدير جوج ديال المعارضات واحد هنايا قدام هاد الساحه واحد كاين على الكورنيش هو مش خارج بيني بعيد كنتمنى ان شاء الله حتى
3 حوايج الفوق غادي نمشي نسولو ان شاء الله. انتما المشاهدين المنظر عجيب الدنيا كلشي خرجت للساحه زعما راه كنصور انا كاين من بعد واخا كيبان الناس ما كيبانش بحال داك بحال اللي جبدوا ما تيبانوش هنا غادي يديروا المنصه الدنيا خارجه كلشي كيدير جالسين في الهواء لان الصوت بزاف وبعض الشيء كيتخرجوا تيتحوضوا وليداتهم تيلعبوا وكيتفرجوا في هذا الماء عشق منهم ما شاء الله قاسم في العين هنا قدم غامرة الزرقاء البنانة ويرجع البركة تكسي شي خور لي سبحان الله زعما لي تيعاود شحال الرباح كلشي من هنايا كتنتهي الساحة للفرحان شي لي شمدارر شي الألوان مديت الشارع محمود الخامس للكارو نزقا عن قطعة بريد عاودنا تعاودنا شي جا فرحان كيطلع على البحر إلا قطعناها كيطلع على البحر على طريق الشارع محمود الخامس فوالا دوك هانتوما كتشوفو هذا هذا راه نتوما كنشوفوا لتحت لا هداك انا تقطعت الطريق وتنشوفو كيبان لينا مربيخو كتبان لنا بلايا غير بلايا كتبان بعيده هذا مربيخو نهاودو نقطعو داك الطريق وكنشوفو لتحت نشوفو الفوق كنصور من الفوق كنصور تحت الحيط ديال كيمادور بلايا نشوفو كي كيبان داكشي واحد الباط واقيلا في البحر باش نشوفو داكشي كيبان مزيان هداك البحر جيت البحر كنصورو وفوق كيبان مربيخو فوالا كيبان داكشي رائع المنظر ديال الليل تيعطي داك المعتب سميتو في البحر تيبان داكشي كيبري كلشي زوين وصافي دابا جينا جينا للبلاص وصافي جينا واحد القهوة زوينة فيها كليت كلشي كيبان للبلاص ودابا ان شاء الله غادي بحالتنا نتلاقى معكم في ساعة